يعني هي دقيقة ومهمة جدا في حياتي بالنسبة لي حقي. والله لما نبقى نطفر نبقى مرتاح نفسيا. طبعا طوارغ مشهور بالتمر، انتاج التمر لما تحطيه طبعا في برسيل مصنوع من السعف، يقعد سنتين ثلاثة ما فيش مشكلة بكرة. وهذا اللي عملية الحفظ بالنسبة للتمر قبل، يعني ما فيش لا ثلاجات ولا شيء، يعني كله في السعف. في النزوح ما فيش مهنة، ما فيش مرتبات في ذلك الوقت، الحكاية قحط نقدر نقول عنها. فالجو كل مدينة فيها نخيل قعدوا ياخذوا في الجريد والسعف هدا ويضربوا فيه مقتنيات شعبية ويبيعوها في السوق، ولا زي المرتب لهم. ساعدتهم الحقيقة مساعدة كبيرة جدا جدا في المحنة هذه طيلة العشر سنوات أو تسع سنوات هدية. احنا تو ما عادش نخافوا الفقر، ما طال عندنا المهنة هذه ما عادش نخافوا الفقر أبداً.